لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. الدين يتكون من ثلاثة أمور: الأمر الأول الاعتقاد، الأمر الثاني العمل، الأمر الثالث الأخلاق. الاعتقاد هو المحرك الأساسي للإنسان. من الذي جاء بكم إلى هذا المكان؟ لأنكم تعتقدون بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وتريدون رضا الله سبحانه وتعالى. ذلك البعيد لماذا يذهب إلى أماكن أخرى؟ لأنه لا يعتقد بالله. وحتى إذا ينطق الشهادتين فإنما هي لقلقة لسان. ولذلك في الدين يشكل الاعتقاد المحور والركن الأول. الشيء الثاني العمل، لأن الإنسان إذا كانت عقيدته عقيدة صحيحة راسخة له يقين يعمل على طبق هذا اليقين. إذا إحنا الآن هنا علمنا بأن حيوانا مفترسا سيهجم في هذه القاعة، إذا علمنا ماذا نفعل؟ نهرب من هذا المكان، أو نجعل وقاية، أو نهيئ أنفسنا للدفاع. لماذا؟ لأننا نعلم بأن الخطر محدق بنا. لكن إذا لم نكن نعلم بذلك، بعض الأحيان الإنسان يأتيه الخطر وهو غافل. لماذا؟ لأنه لا يعلم، فلذا لا يحرك ساكنا. فالاعتقاد الصحيح يكون منشأ للعمل. الشيء الثالث الأخلاق، بمعنى أن حياة الإنسان الاجتماعية تتوقف على أسلوب، هذا الأسلوب يعبر عنه بالأخلاق، أو حسب ما يقول علماء الأخلاق الإنسان إلى صورة ظاهرية تسمى الخلق، يعني شكل وجهه، لمحات وجهه، قسمات وجهه، هذه تشكل الصورة الظاهرية للإنسان، لذا يقال لها الخلق. الصورة الباطنية للإنسان، شخصية الإنسان، هذه يعبر عنها بالخلق أو الخلق. إذا في ذاك الحديث الإمام الحسين يقول: برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا، يعني صورته الظاهرية شبيهة برسول الله صلى الله عليه وآله، وصورته الباطنية يعني شخصيته الداخلية أيضا شبيهة برسول الله صلى الله عليه وآله. زين، إذا هذه المقدمة اتضحت، نقول العقائد هل هناك تغير فيها أو هي حقائق ثابتة؟ جواب: هي حقائق ثابتة. يعني الله واحد، أحد الأنبياء كان يدعو إلى إلهين اثنين؟ لا. يعني من آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله،
كلهم كانوا يدعون إلى التوحيد أن الله واحد. هل هناك نبي من الأنبياء في زمان كان يقول بأن الله مثلا جاهل، بعدين النبي آخر إجا قال بأن الله عالم؟ لا، كل الأنبياء ينزهون الله سبحانه وتعالى من النقائص ويثبتون له صفات الكمال التي أثبتها لنفسه. فالعقيدة الصحيحة بين آدم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم ما فيها اختلاف، كلها واحدة. زين، نجي للعمل. هل هناك نبي من الأنبياء كان يدعو إلى السيئات؟ لا، جميع الأنبياء كانوا يدعون إلى الحسنات، يدعون إلى ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينهون عما يبعد عن الله سبحانه وتعالى. والأشياء الحسنة والأشياء القبيحة هذه كثير منها حسنها ذاتي، العادل حسنه ذاتي، الظلم قبحه ذاتي. فالأنبياء جميعا يدعون إلى الفضائل، إلى الأعمال الحسنة، وينهون عن الأعمال السيئة. نجي إلى الأخلاق. أكو نبي من الأنبياء مثلا كان يدعو إلى سوء الخلق مثلا؟ لا، جميع الأنبياء يدعون إلى حسن الخلق ويحذرون من سوء الخلق. فإذا كانت العقيدة واحدة، العمل الذي يدعى إليه واحد، الأخلاق واحدة، يتبين أن الدين جميع الأنبياء دين واحد. ما نقول أديان مختلفة، إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد أكو، لأن هذه الحقائق ثابتة غير قابلة للتبديل. عبادة الله سبحانه وتعالى من زمان خلق آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها واجبة، شكر المنعم واجب، القبائح الكذب قبيح دائما، ماكو فرق. فإذا العقيدة واحدة، العمل واحد، الأخلاق واحدة، فالدين واحد، لأن هذه الأمور الثلاثة هي التي تكون الدين. الفرق شنو هو؟ الفرق في بعض الشرائع. يعني شنو؟ يعني مثلا في بعض الشرائع السابقة كان هناك صوم صمت، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوم صمت. في شريعتنا هذه النوع من العبادة منسوخة، ماكو صوم صمت. في بعض الشرائع السابعة كان صوم الوصال، يعني واحد يوميا ورا الله يصوم، يصل اليوم الثاني بالليلة الأولى وباليوم الأول، هذا يسموه صوم الوصال. شريعتنا هذا منسوخ، ماكو صوم الوصال. في بعض الشرائع السابقة كانت تجوز السجدة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن السجدة قد تكون للعبادة فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز عبادة غير الله. وقد تكون سجدة للتعظيم، يعني احنا نريد نعظم شخص قد يسجد له، هذه في بعض الشرائع السابقة كانت جائزة، سجدة التعظيم. إذا في قضية يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. زين، هذه كانت جائزة في الشريعة السابقة، يعني إحدى الشرائع السابقة، لكن في الإسلام نسخ هذا الأمر، لا يجوز السجود لغير الله حتى السجود للتعظيم. أو مثلا في شريعة موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، الشحم كان حرام، شحم حرام لي يعني محرمة كانت، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن الله سبحانه وتعالى شوية شدد على اليهود. ليش؟ لأنه كانوا متمردين فكان يحتاجون إلى تأديب، فالله سبحانه وتعالى شوية صعب عليهم، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يسر. إذن دين جميع الأنبياء واحد، مو أنه دين موسى يختلف عن دين عيسى ودين عيسى يختلف عن دين محمد صلى الله عليه وآله. بل كلهم على طريقة واحدة، ولذا في الآية الشريفة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن إحنا إذا نريد نعيش حياة سعيدة
لازم هذه المكونات الثلاث للدين نركز عليها تركيزا كبيرا، لأنه إذا واحد صار خلل في عقيدته يصير خلل في كل حياته. يعني أنتم مثلا ذول الوهابيين إذا تشوفوهم شنو مشكلتهم الوهابيين؟ هو بشر، الله خلقهم، والله لا يخلق الشر، الله يخلق الخير فقط، الشر ينشأ من الإنسان نفسه. لذا في الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد يولد خيرا ولكن بعدين يتحول إلى شر. من الذي حوله إلى شر؟ نفسه. يعني ذولا عندما يأتي ويعتقد مثلا الوهابي شنو عقيدته؟ يعتقد أن الله سبحانه وتعالى جسم إلى مثل أجسامنا، إلى وجه مثل وجوهنا. يروون أن الله خلق آدم على صورته، كأنه الله شاف وجهه بالمراية وعجب صورته فخلق آدم على صورته، فإحنا شكلنا شكل الله مثلا والعياذ بالله. وأنه يوم القيامة وله رجل، يوم القيامة يدخل رجله في نار جهنم. زين، يوم يكشف عن ساق، هاي الآية الشريفة اللي معناها يكشف عن ساق يعني عن هول الأمر، أمر جدا مهول في يوم القيامة. نفسريها أنه الله إلى ساق، ويوم القيامة الناس يشوفوا ما يعرفوا، فيكشف عن ساقه، عندما يشوفون ساقه يعرفون أنه هذا الله والعياذ بالله، استغفر الله. وأنه يركب على حمار أجلكم الله، هذا من عقائدهم وواردة في صحاحهم، يركب على حمار في ليلة الجمعة وينزل من السماء السابعة إلى السماء الأولى ويطلب من الناس أن يستغفروا من ذنوبهم. زين، وهكذا. وأن له شعر مجعد ويلبس نعال من ذهب وما إلى ذلك. وحتى أن بعضهم تمادى، صعد على المنبر وتعالى الله عما يقولون كثيرا، فقال اسألوني عن كل أعضاء الله سبحانه وتعالى عدا اللحية وكذا، ما أدري شنو لحية الله وشنو كذا، اسألوني عن كل شيء. زين، هذا اللي يعتقد بالله هكذا. لما يجي للرسول صلى الله عليه وآله، والرسول هو ممثل الله سبحانه وتعالى في الأرض، الواسطة بين الناس وبين الله. الله كان عاجز أن ينزل على كل واحد من عندنا ملك ينزل القرآن مباشرة على كل واحد واحد منا، ما كان عاجز، ولكن ما كان في مصلحة، لأنه نزول الوحي على إنسان يحتاج إلى قابلية هذا الإنسان. إحنا ما لنا قابلية أن ينزل الوحي علينا مباشرة، نزول الوحي مباشرة على إنسان يقتضي أن يكون هذا الإنسان في قمة الكمال، في قمة النزاهة، في القمة في كل شيء، يكون قابل لأن ينزل الوحي عليه. إحنا ما عندنا هذه القابلية، لذا الله لا ينزل الوحي علينا، وإنما الله اصطفى ناس، اختارهم، صفاهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، اصطفاء يحتاج. زين، الله عز وجل جعل الرسول واسطة بينه وبيننا. القرآن إحنا من أين وصل إلينا؟ عن طريق الرسول، الله أنزله على قلب الرسول مرة مباشرة ومرة أخرى بواسطة جبرائيل نجوما، يعني بالتدريج. والرسول صلى الله عليه وآله بالتدريج كان يقرأ القرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالرسول واسطة، هذا الرسول اللي هو واسطة بين الله وبين الناس. أكفد مثل أو رواية يقول إذا أنت تريد ترسل رسول فتشخص، أرسل حكيما، لأن الرسول دليل على عقل المرسل. إذا واحد أرسل شخص لا يفقه شيئا يبين هو هم ما يعلم شيء، هو ما يعرف، هو هم جاهل، لكن الإنسان الحكيم يرسل شخصا حكيما. الله سبحانه وتعالى إذا يريد يرسل علينا أحد، يرسل علينا أحد لا يفهم، لا يعرف، يعني مليء بالنواقص، لا، الله يرسل، يصطفي الإنسان ثم يرسله. زين، ذول شنو يعتقدون بالرسول؟ تعالوا في صحاحهم فيها البلاوي والمصائب فيما نسبوه لرسول الله صلى الله عليه وآله من الأكاذيب
الأكاذيب التي تشمئز منها الأسماع أصلاً. يعني واحد بعض الأحيان يستحي ويخجل يذكر هذه الأمور اللي موجودة في أصح كتبهم، لما يعتقد بأن الرسول هكذا، يعتقد بأن آية عبس وتولى السورة نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله، الآية السورة نازلة في عثمان، لأن عثمان كان رجل متمكن عنده فلوس، فدي يوم من الأيام جاءه في المسجد ابن أم مكتوم، هذا كان واحد أعمى فقير، فقعد يمه، هذا هم جمع ثوبه، فالرسول قال له أنت خفت أنه يصيب من فلوسك شيء، أو يصيبك من فقر شيء، لماذا جمعت ثوبك؟ هذا تكبر كان، هذا مسلم ويمكن أفضل منك، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. زين، فنزلت هذه الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى آخر الآيات المباركات، حتى ينزهون عثمان اللي هو من بني أمية، نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وآله. أي نقيصة كانت موجودة في جماعتهم يردون ينزهون جماعتهم من تلك النقائص، ينسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله في قنوط صلاته كان يلعن بعض الناس، حتى في صحاحهم مثل صحيح البخاري موجود أن رسول الله كان يلعن فلان وفلان وفلان، بس منه ذول الثلاثة ما مذكور، بس مبدليه بفلان. بعدين شافوا مشكلة، لأنه أسامي هؤلاء الملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله موجودة في بعض الكتب، لأن الله سبحانه وتعالى متم حجته، كل ما سووا تدليس وكتموا الفضائل وقتلوا من ينقل الفضائل، بس الله سبحانه وتعالى متم الحجة. هذا الطبري المعروف اللي يقولون صاحب التاريخ وصاحب التفسير وكذا، عنده كتابين من أهم الكتب، كتاب تاريخ الطبري وكتاب تفسير الطبري. في أحد الكتابين يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي أنت أخي ووصي وخليفتي ووارثي. في كتاب ثاني كان ناسي، ذكر أنه قال رسول الله حدثني فلان عن فلان عن فلان، نفس السند عن رسول الله أنه قال لعلي أنت أخي ووصي وكذا وكذا، بدل خليفتي ووارثي ذاك المرة في التفسير لما كان دا يكتبه ما كان ملتفت إلى مداليل الكلام، ذكره كامل، ولما كان دا يكتب التفسير التفت، لما كان يكتب التفسير التفت، فبدال خليفتي ووارثي غير كذا وكذا. الكذ كذا هاي متروسة بكتبهم، بس الله أتم الحجة، يعني أكو فلتات طالعة منها الحقائق. زين، فشافوا أنه بالنتيجة كلما كتموا أن هؤلاء الملعونين من هم، لكن الله سبحانه وتعالى ناشرها متبينة، فوضعوا على لسان رسول الله في أصح كتبهم أن الرسول يقول ربي إني رجل إني بشر أغضب، فأيما إنسان لعنته بلا استحقاق للعن فاجعل لعني له زكاة ومغفرة. يعني الرسول هالشكل مصور، يعني إنسان يغضب وما يملك لسانه والعياذ بالله، ويقوم يسب ويفشر ويلعن، فأي واحد اللي الرسول لعنه هذا اللعن يصير زكاة إله، صارت فضيلة. أي واحد الرسول لعنه هذا اللعن صار فضيلة إله. زين، وهكذا من أمور، يعني بعض الأمور واحد أصلا يستحي أن يذكرها والعياذ بالله ينسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ونجي إلى خلفائهم بعد، حدث ولا حرج، هاي الأمور لمن ربهم هكذا، والتصوير اللي يصوروا عن الرسول هكذا، والدين بدال ما يأخذوه من الرسول يأخذوه من فلان وفلان، النتيجة شنو يصير؟ النتيجة ما نراه من أعمالهم، هاي أعمالهم اللي نشوفها نتيجة شنو؟ يعني هذا الانتحاري اللي يجي يفجر نفسه، هذا يعني مطي فلوس حتى يفجر نفسه؟ ماكو إنسان على المود فلوس يفجر نفسه، الإنسان يريد الأموال لكي يتمتع بهذه الأموال، يستفيد من هذه الأموال. زين، ماكو إنسان يأخذ فلوس حتى يفجر نفسه، هذه ليش يفجر نفسه؟ لأنه دماغه غاسلي غسيل، يتصور أنه إذا تفجر نفسه يأكل غدا ويا رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا نفس اليوم في الجنة. هكذا العقيدة الفاسدة توصل إلى هذا العمل الفاسد. فأولا إحنا علينا أن نصحح عقائدنا
في الله، في الرسول، في الأئمة عليهم الصلاة، عقيدة صحيحة تكون كاملة. الشيء الثاني عملنا يكون عمل صحيح. يعني بعد أيام شهر رمضان قادم مثلا، الأيام حر صيف 17 ساعة 18 ساعة وحر شديد 40 درجة 50 درجة، بعض الأماكن وصلت إلى 60 درجة، وكهرباهم ماكو، فيمكن كثير من الناس ما يصومون. الصوم واجب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلاة خاصة، صلاة الصبح واجبة، صلوات أحد يؤدي صلوات. حقوق الناس يوم القيامة الله يمكن يغفر للمذنب، إذا واحد شوية هسه في أعماله أكو زيادة نقيصة الله عز وجل يمكن يغفر له، يمكن تشمل الشفاعة. بس إذا حقوق الناس الله يقول روح رضى الناس زين، ويوم القيامة أي واحد لا يرضى، لأن كل إنسان هو يحتاج. وفي الحديث إذا واحد اغتاب إنسان من حسنات هذا الذي اغتاب يشيلون يخلون في صحيفة أعمال الذي اغتيب اللي شايلين غيبته، وإذا ذاك ما عنده أعمال صالحة من بعض الذنوب اللي هذا مرتكبها يشيلوها يخلوها في صحيفة أعمال ذاك. حقوق الناس الله لا يغفرها إلا أن صاحبها يغفرها. إذا واحد متعدي على الغير بأن أكل أمواله، اغتابه، ما أدى حقوقه، وخاصة أسوأ أنواع الظلم هو البغي، أن واحد يظلم إنسان ليس له ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان المظلوم عنده قوة شوية، يمكن يدافع عن نفسه، يمكن يصرخ، يصيح، يشتكي، بس بعض الأحيان المظلوم لا يتمكن من ذلك، خاصة إذا كان يتيم أو صغير، أبوه ميت صغير، يتصرفون في الأرض كما شاءوا خلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا من أشد أنواع الظلم. وفي الحديث الشريف اتق ظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا العمل. في الحديث الآخر لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فلعله شيء تعود عليه، لكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. فهذا العمل هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الأخلاق. إحنا الآن شنو رابطتنا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ بس أكو بعض سادة نسبهم أجدادهم ما يخالف، بس غالب الناس هم مو سادة. ما الذي جمعنا وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ ليش؟ مع أنه يعني حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام امتحان. يقول إذا ما حبينا علي بن أبي طالب الله يدخلنا في نار جهنم لأن بغضه علامة النفاق، وإذا حبينا الناس يقتلونه زين. وليش الناس متمسكة هكذا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لماذا؟ الجواب لأنهم شافوا سيرتهم. وإلا إذا واحد كان يريد دنيا، هو الدنيا في يد أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الأمويين والعباسيين والعثمانيين والوهابيين وكذا، الدنيا بيدهم. لماذا الناس تمسكوا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ من جملة الأمور لأن أهل البيت قمة في كل شيء، قمة في الإيمان، قمة في العمل الصالح، وقمة في الأخلاق. يعني عندما نقرأ سيرة أمير المؤمنين في يوم صفين، جماعة معاوية منعوا الماء عن أمير المؤمنين وعن جيش أمير المؤمنين زين، الإمام أمرهم أنه يهجمون على الشريعة ويستردوها. عندما استردوا الشريعة بعض أصحاب الإمام أرادوا أن يمنعوا أهل الشام من الماء، الإمام ما قبل. وهذه الأمور عندما إحنا نشوفها، هذه القضايا عندما نراها هي التي تسبب أن نلتف حول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قمة في الأخلاق. وليش لنتعلم منهم؟ يجب أن نتعلم منهم، لأن الشيعي كلمة الشيعة وإن من شيعته لإبراهيم. يعني شنو الشيعة؟ يعني التابع. إذا واحد قال للإمام عليه الصلاة والسلام لأحد الأئمة أنا من شيعتكم، الإمام قال له لا أنت مو من شيعتنا، أنت محب لنا، إيه تحبنا، شيعتنا الذين يتبعوننا، الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، الذين لا يرتكبون المحرمات.
الذين يلتزمون بما قاله الله وقاله الرسول وقاله الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ففي الأخلاق ينبغي أن نتبعهم. كثير من الأحيان الإنسان يعيش مشاكل، هموم، مشاكل مالية، اقتصادية، اجتماعية، مشاكل خدمات اللي الآن في العراق المشاكل كثيرة جدا حيث الخدمات، فلعله يصير عصبي، لعله يفقد توازنه، يفقد أعصابه. ولذلك تركيز على الخلق الحسن، الحديث الشريف أحسن الحسن الخلق الحسن. إذا احنا جمعنا هذه الأمور الثلاثة، العقيدة السالمة والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة، ديننا يكون كامل. وكلما كان خلل في بعض هذه الأمور يكون ديننا ناقص، يحتاج إلى مثابرة وإلى سعي لكي نصل إلى الأمر الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالكم وزياراتكم، وأن يرجعكم سالمين إلى سالمين بحوائج مقضية ودعاء مستجاب وتوفيق رباني. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.